للأخبار، كابتن محمد يوسف المدرب العام والقائم بأعمال مدير كرة، لدينا دوافع كبيرة لتخطي عقبة النجم. الدوافع طبعا يعني أنت داخل على مباراة في منتهى الأهمية، مباراة وفاق الصيف، يهمك أن أنت تخشها بمعنويات كويسة، يهمك أن أنت تخش كسبان قبل مباراة وفاق الصيف في دوري أبطال أفريقيا، مباراة قبل النهائي، كمان حتى في مشوارك الدوري كله بيسمع، يعني البطولة العربية أو بطولة زايد للأندية الأبطال، البطولة الأفريقية، البطولة المحلية، كله بيسمع مع بعضه، والمكسب بيجيب مكسب، يعني المعنويات بتبقى كويسة، الدنيا بتبقى هايلة، الاستقرار موجود. وأنا قلت هنا في ملعب الأهلي لو تتذكروا من فترة طويلة جدا، قلت لكم أغلب المشاكل، لو كان في مشاكل في أي فترة من الفترات أو أي فرقة من الفرق، يعني حلها بيبقى موجود في الملعب، نسبة كبيرة جدا جدا موجودة في الملعب.